مساء الخير على حضراتكم، واهلا بيكم يا غاليين في حلقه جديده من برنامج مباشر مع الجريء، مباشر مع المحترمين المثقفين الرائعين. شعرنا الله فوق الجميع، ودستورنا ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش جينك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش عملك، يهمني قلبك يكون ابيض. المثقفون الرائعون يلتقون في امسيه جديده من امسيات الجريء، ودي عتاب على حضراتكم هقوله في اخر الفيديو، مش هقوله في الأول. خلينا نتكلم مع بعض حيث تحل اليوم الذكرى حزينة مؤلمة على جماهير نادي الزمالك وجماهير الرياضة المصرية والعربية عامة، وهي ذكرى حادث ملعب استاد الدفاع الجوي. دي راح ضحيتها 20 من جمهور الزمالك المخلصين، وأعتقد إن هي الأسوأ في تاريخ الرياضة الزملكاوية. الحادثة وقعت في مستهزأ اليوم عام 2015، وأطلق عليها فاجعة الدفاع الجوي. أقول إيه؟ نقول لهم كما قالت الزمالك: لن ننساكم. عجبني تويتر للكابتن أيمن يونس، قال فيها: ربنا يرحمكم ويصبر أهلكم، لن ننساكم، وأطلب مجلس الإدارة المحترمين بقيادة حسين لبيب وتعليق صوركم على جدران مدخل الملاعب تعبيرا على اننا لن ننساكم. ايمن يونس، شكرا للكابتن ايمن يونس، فكره رائعه وانا اشيد بها، واتمنى ان الصور دي تتعلق على مدخل نادي الزمالك، ولكن وليس مدخل وليس جدران داخل النادي. يعني اتمنى كل داخل نادي الزمالك يشوفهم، خاصه الاماكن اللي بيدخل منها اللعيبه عشان يبذلوا الجهد والعرق، لأن في ناس ضحت بأرواحها من أجل نادي الزمالك. سؤالي ضمن أسئلة هذه الحلقة: من كان رئيس نادي الزمالك في هذه الواقعة؟ من كان رئيس نادي الزمالك في هذه الواقعة؟ ونبقى نتكلم عن الموضوع ده بعدين، لأن له أسرار هتظهر في الوقت المناسب. تظهر في الأفق حاليا اتفاقية لتقاسم الحديدة، واللي ما يعرفش يعني إيه الحديدة، الحديدة دي هي إحدى موروثات رئيس نادي الزمالك السابق السيد مرتضى منصور. السيد مرتضى منصور كان عاشقاً للحديدة ويحب الحديث ليلة نهاراً في أي مايك أو أي سماعة. دلوقتي في اتنين ورثوا الحديدة، ومن كثرة عشقهم للزهور أعلنوا تقاسم هذه الحديدة في سلام، يعني مش عايزين يعملوا مشاكل مع بعض، فقالوا إحنا نعمل اتفاقية ودية بتقاسم الحديدة. من هؤلاء ومن مين دول؟ الأول هو السيد أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، والثاني هو السيد أحمد سالم المكلف بأن يكون متحدثا بقرارات مجلس الإدارة، وليس المتحدث الرسمي للنادي، اسمه المتحدث الرسمي اسم مجلس الإدارة. والشيء يعني غريب إن الاثنين اسمهم أحمد، وواحد سليمان وواحد سالم، يعني ما أعرفش، يعني وجه الشبه قريب جدا منهم. الاثنين اتفق إن كل واحد ما يطلعش من إيه، يعني واحد ليه يومين والتاني ليه يومين، وكده ما يبقاش في تداخل بينهم وفي مشاكل في تكرار الهلفطه الفاضيه. الاثنين بيقبضوا مقابل اخراج اسرار نادي الزمالك عن طريق الحديده. واحد اسمه احمد سليمان بيقبض من اداره النادي، من فلوس الاعضاء، من فلوس عشاق نادي الزمالك، بياخد مرتب شهري ضخم. والثاني هو احمد سليمان عضو مجلس اداره، اللي بناء عن انه بقى عضو مجلس اداره نادي الزمالك تم اختياره في احدى القنوات الفضائيه، وهم بعرفش اتكلم وليس حديث لبق يعني، ولكن اختاره في احدى القنوات الفضائيه التي انا متاكد ان هي بتعمل ضد الزمالك وضد مصر، متاكد بالادله يعني، واللي ما يعرفش نعرفه. وبيقبض بالدولار مقابل انه يطلع يقول اسرار نادي الزمالك وتفاصيل غير مرغوب فيها عن نادي الزمالك، في مخالفه واضحه لمنصبه كعضو مجلس اداره لا يتربح من هذا العمل. ولكن الأيام دول، وكما حذرنا المعزول شهور وقلنا له آخرتك السجن بسبب الحديدة، بنقول لأحمد سليمان آخرتك السجن يا أبو سليمان، وأنت يعني رجل دولة، يعني رجل شرطة، فعيب إن آخرتك تدخل السجن يا أبو سليمان بسبب أخطاء أنت ترتكبها بالفعل. وبلاش عنجهية يعني، ما تقعدش قدام ده الواد ده اللي بيقول لا أنا أوريه، لا يا حبيبي، يعني يكون على قدر المسؤولية، كن على قدر المسؤولية. كان غيرك أشطر، كان غيرك أشطر، أقسمنا إن هننزله يعني مش هتكلم، كان غيرك أشطر. فحاول إن أنت تكون
على قدر الاحترام اللي الناس كانت بتبص لك بيه قبل ما مش هكمل. الزمالك النهارده لعب ماتشين وديين بصفقاته الجديده، الاول مع مواليد 2003 وفاز الزمالك اللي هو الفريق الاول طبعا بثلاث اهداف مقابل هدف. احرز الاهداف سيف الدين الجزيري هدفين، ابراهيم طاي هدف فيهين سجل للشباب كريم عبدون. المباراه كانت ثلاث اشواط، حب سيد جوميز ان يشوف اكبر عدد من اللعيبه. كمان الزمالك لعب منذ قليل مباراه ثانيه مع مواليد 2005 وفاز 6-1. الماتشين دول استعدادا لمباريات الزمالك القادمه افريقيا ومحليا. اول ماتش هيكون عند الزمالك بشكله الجديد مع الاسماعيلي يوم 19 من الشهر الحالي. اداره الزمالك النهارده او اداره فريق الكره نقلت تدريبات الفريق الى ملعب اسمه الهدف بسبب الاصابات التي تحدث في ملعب الزمالك الحالي. كمان جوميز ادالهم اجازه بكره لان حس ان الفريق تعب، فيعودوا التدريبات يوم السبت القادم بإذن الله. طيب الإصابات متكررة في نادي الزمالك ومش أسباب حفر ومش أسباب حاجة، ربما يكون فيه شوية حماس في أي حاجة. النهاردة علمنا أن اللاعب أحمد حمدي صفقة الزمالك الجديدة أصيب في المباراة الودية أمام شباب 2003 وغادر الملعب متوجه للمستشفى مباشرة مع طبيب الفريق. و طبيب قال اصابه احمد حمدي عباره عن شد في العضله الضمه وتم استبداله وحتى لا تفاقم الاصابه. كمان ان نجم الواعد احمد عبد الرحيم الشهير بايشو اتعرض لاصابه شد عضلي في الوديه اللي كانت مع فرق الشباب النهارده ولكن حالته مطمئنه. سلامات لرجاله الزمالك وفريق مقدمتهم ونش الكره المصريه اللي يعني دموعنا وقلوبنا بتدمع عليه. كان في موضوع حصل فيه ازمه في نادي الزمالك خلال الساعات الماضيه وهو هجوم الكابتن حازم امام لاعب الزمالك السابق المدافع يعني وليس حازم امام عضو اتحاد الكره. حازم امام كابتن الزمالك السابق الذي اتذكر جيدا انه اللاعب الوحيد الذي ذهب في الموعد الى مكتب رئيس نادي الزمالك السابق وقال له انا امضي على بياض وتم تجاهل طلبه. الواقع كلكم تفتكروها بتاعت رئيس نادي الزمالك اللي افتكرها يكمل لي الكلام على التعليقات. كان رئيس نادي الزمالك السابق قال كل اللعيبه اللي تجدد انا مستنيهم في الميعاد بالساعه كذا لكذا يوم كذا واللي ما يجيش هو بره النادي. كل اللعيبه اللي كانت هتجدد ما حدش راح له خالص الا حازم امام راح هو ووالده وقال احنا نجدد على بياض وبدون اي حاجه للزمالك. ورغم كده اداره الزمالك تجاهلته ولم تجدد ليه وكانت النهايه ان هو اعتزل كره القدم كما نشاهد جميعا حاليا. فحازم امام ادى للزمالك كتير يعني في الزمالك فرق الزمالك فتره طويله. حازم امام من غضبه كتب تدوينه او تويته حاجه زي كده او في الفيسبوك عاتب فيها اداره الزمالك اللي اكتر من مليون وشويه وما حدش بيكلمه على مستحقاته. اليوم من 200 ألف وقال بالظبط 200 مليون و200 ألف. كان كاتب في انستغرام أنا عايز أعرف حاجة، هو ده التكريم المفروض الواحد يشوفه بعد العمر اللي عشته جوه النادي أكثر من 28 سنة داخل نادي الزمالك. الآخر أقعد أدور على مستحقاتي سنة وأكثر وأخد كلمة من ده ووعد من ده علشان عارفين إني مش هعمل زي بقية الناس ويعني مش هشتكي النادي يعني. كل واحد ليه حق لازم يقعد. إنما استطلعنا رأي أمين صندوق نادي الزمالك حول الواقع وقال إن هو ما وصلوش أي حاجة ولا يعرف أي شيء عن هذا الموضوع وعلى كابتن حازم إمام يتواصل معهم من أجل تسويه مستحقاته ولا يوجد أي رغبة لدى إدارة الزمالك في التأخر عن مستحقات أي حد. إذن أعتقد بهذه التصريحات من أمين صندوق نادي الزمالك الموضوع منتهي تماما وكابتن الزمالك يجب أن يكون له دور في الأيام القادمة. الإدارة مطنشة وبيراميدز هيسحب مننا لاعب ورا التاني. في كلام طلع بقوة اليوم إن محمود علاء مضى لبيراميدز. السيد عبد الواحد السيد اللي إحنا مش عايزينه يكمل في الزمالك واللي سبب أكبر مشكلة واجهت الفريق نادي الزمالك في الفترات السابقة بسبب أكذوبة راح استطلع رأي محمود علاء وقال له محمود وأنت وقعت البيراميدز؟ قال له لا. محمود علاء قال له
هناك في مفاوضات ولكن التوقيع الرسمي لم يحصل. عارفين ان محمود علاء واخرين ليهم حق الانتقال من الزمالك. دلوقتي احنا عندنا مشكله في الدفاع، فهل اداره الزمالك هتبتدي في التفريط في اللاعبين واحد ورا الثاني ونكتفي بقى نلعب فريق الزمالك يلعب بشويه اللعيبه بتوع خط الوسط اللي هم جايبينهم؟ الله اعلم. على فكره اللعيبه التي اصول يجددوا لها هي سيبوها تمشي يعني، عشان برضه ما نظلمش اللعيبه، هم محمود علاء، اوباما، محمد عواد، محمد صبحي، اشرف رؤى، شيكابالا. على ما اعتقد يعني اداره الزمالك عشان عندها ازمه ماليه حاليا، عارفين الناس اللي كانت بتحط فلوس في الحساب بتاع شراء اللعيبه وسداد مستحقات الاتحاد الدولي والغرامات والحاجات دي، اغلبيتهم زعلان اليومين دول بسبب تصريحات احمد سالم ان ما حدش ساعد وان اداره الزمالك يعني هي اللي حلت المشاكل الماليه. لذلك يمكن تلاحظوا كم ايام اللي فاتت دول ما فيش صفقات. ف اقول ايه، اداره الزمالك هتروج في الايام الجايه بعض الاكاذيب، وهقولها بوضوح لان تم الاعطاء التعليمات للناس اللي بيطلعوا يعملوا حاجات تبعهم يعني، لان هم برضه لهم لجان اعلاميه، قالوا لهم قولوا ان البرتغالي جوزي جوميز هو اللي طلب تاجيل تجديد التعاقد مع اللاعب. تعليمات صدرت لهم اليوم، وهتلاقيهم ابتدوا يقولوها في اللايفات الهاشتاكه دي، الناس اللي بتستنى ساندوتش ولا تيشيرت ولا بتاع الفيسبوك، وبعض الناس بتاع اليوتيوب هتلاقيهم بيتكلموا الموضوع ده، جوميز يرفض التجديد وجوميز بيأجل وعايز يشوف اللعيب. لا يا حبيبي، احنا يعني لو جوميز قال لكم ما تجددوش لشيكابالا مش هتجددوش لشيكابالا؟ يعني لو قال لكم ما تجددوش عوضوا صبحي ما مش عندنا حارس مرمى؟ يعني اعتقد ده جنان، اعتقد ده جنان رسمي لما تروجوا الكذبه ليس يعني ما تنفعش. حتى محمود علاء نفسه لو مشي ما ينفعش، انا موافق ان هو يمشي واحد بس هو رؤى. فلو نفترض ان جوزيه جوميز على حسب الاكذوبه اللي طلب من الناس ان هي تطيرها النهارده، قال لك ما تجددش لاوباما، ما تجددش لشيكابالا، ما تجددش لعواد، ما تجددش، ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. حتى محمود علاء لو راح برميز كارثه كارثه، احنا يعني ما عندناش دفاع دلوقتي يعني ارجو ان تفوقوا شويه عشان ربنا يكرمنا. اتكلمنا امبارح عن مشكله تيتو الاهلاوي اللي تم تعيينه مترجم لجوميز وبعدين طلعوا قالوا لا احنا ما عيناش وكلام فاضي، وبالرغم ان صفحه الزمالك الرسميه نشرت ان تم تعيينه وانه حضر التدريبات امبارح. على كل حال هو امبارح بالليل بعد الثوره والكلام اللي عمل كتب التالي، أكد أن مجلس إدارة نادي الزمالك تواصل معه كي يكون مترجم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الزمالك في المرحلة القادمة، ولكن في النهاية ما حصلش نصيب والحمد لله على كل شيء، وأتمنى التوفيق للجميع في المرحلة القادمة. يعني هو برضو طلع التصريحات اللي قالها السيد سالم إنها كذب لأنه كان في تواصل، وإحنا كنا متأكدين لأن الصفحة الرسمية بتاعت نادي الزمالك كتبت عن تعيينه، ولكن طبعا جمهور الزمالك جمهور واعي ومتحرك. نيجي نتكلم عن موضوع غريب جدا، بس هنبدأه برسالة الكهرباء. رسالة الكهرباء نشر في الهيستوري في انستغرام كلام كتير خلاصه بيقول لك مع أحلى ما في الدنيا قلبك الطيب. فبندور قلب من الطيب، هل قلبه هو، هل قلب محمود الخطيب، هل قلب الكابتن رئيس نادي الزمالك أستاذ حسين الكابتن حسين؟ يعني فكروا معايا يقصد مين. أنا يعني هو واحد من ثلاثة، أو خلينا نقول أربعة، أهلا في الدنيا قلبك الأبيض، يقصد نفسه ولا يقصد كابتن محمود خطيب اللي بتعلم النادي الأهلي وجابه وظبطه وعقله، ولا يقصد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اللي مكبر دماغه في هذا الموضوع؟ حتى امبارح أحمد سليمان في البرنامج اللي بيطلع فيه والأسرار نادي الزمالك ده قال لك ملف كهرباء عند حسين لبيب، لبسه في الحيط، يعني هو ما حدش بيتدخل، حسين لبيب هو اللي بيعمل التنازلات من اجل ما ناخدش غرامه كهرباء. حطه وشه اكنه واحد بيقول له وشك في الحيط وقفاك ليه. هو ده اللي عمله احمد سليمان امبارح. يعني هو انتوا مجلس اداره بالقطعه بتشتغلوا مع بعض بالقطعه؟ دي صوت تحركات وقرارات مجلس اداره. وقبل كده قلت ان احنا توصلنا على المحامي الايطالي وكلام طلع كله فركوش. او يقصد المحامي بتاعه كهربا، يقصد المحامي بتاعه لان المحامي بتاعه
انا يمكن قلت رسالته السنه اللي فاتت قبل ما تيجي بدايه السنه، انه قال لهم ولا اغسطس الجاي كهرباء هتوقف، وكلامه هو المظبوط. اكتبوا لي على التعليقات ماذا يقصد كهرباء، مين اللي قاله؟ طيب واحد من الاربعه دول. المهم تفضل نظيف، احلى ما في الدنيا، قلبك طيب. والايام دي بقى في كواليس، يعني مثلا المحكمه الرياضيه الدوليه اعلنت جدول القضايا بتاعتها حتى شهر مايو المقبل ما فيهاش قضيه كهرباء، بالرغم ان المجلس ده طلع في تصريحات مسجله وقال ان احنا كلفنا المحامي الايطالي مش عارف ايه والحق مش هيضيع. انا بديكوا بس عشان ايه تعرفوا ان هي مساومات. اذا لحد مايو ما فيش، وبعدين بعد كده لو صدر حكم هيحتاج 60 يوم، والقصه سحب الاغسطس زي ما قال المحامي بتاعه. يعني كهربا هيلعب الموسم لاخره غصبا عن الزمالك وعن جمهور الزمالك، وليس غصبا عن مجلس اداره الزمالك، لان مجلس اداره الزمالك عنده مساومات زي بتاعه المصري كده، ساب لهم اثنين لعيبه ببلاش، وجه لما جه احتاج كريم العراقي هم ادوا له برضه، قال له وشك في الحيط وقفك ليه؟ قال لك ساعتها ايه احنا بنعمل العلاقات والبتاع. نفس القصه الاخ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك طلب من الاهلي في تصريحات تلفزيونيه مسجله انه يتعاون معاه لحل مشكله الكهرباء. يعني انا مش عارف حسين لبيب في تصريحات تلفزيونيه بيقول لك احنا بنتواصل مع النادي الاهلي على خلفيه العلاقات الطيبه مع النادي والغرام على الكهرباء وليس النادي الاهلي. يعني باي وجه انت عايز النادي الاهلي يساعدك؟ النادي الاهلي على عليه مش هيدفع، مش عايز يدفع ولا مليم. طب هيساعدك في ايه؟ هيساعدك ان هو طير لك صفقه اللاعب اسمه ايه اشرف، ولا هيساعدك ان هو قال اثنين لعيبه في سيراميكا كليوباترا ما توقعوش للزمالك وخليكم اخر الموسم عقودكم، ولا هيساعدك في قضيه الكهرباء اللي لسه لغايه دلوقتي انت مش عارف تعمل فيها اي حاجه، ولا هيساعدك ان هو لسه لحد دلوقتي ما هنكش ما جاش يزورك زي ما كان وعدك و و و و و يعني انا يعني كنا مثلا ايه الفلسطينيين دلوقتي هيطلبوا من اسرائيل يساعدينا عشان نحل ازمه غزه، حاجه زي كده يعني. لا النادي الاهلي ولا كهرباء عايزين يدفعوا لك، وهم شايفين ان انت نادي نصاب وحرامي وزورت في عقد كهرباء. خفت عم يا حاج حسين، بلاش الادب اللي زياده عن اللزوم. كابتن حسين في اخر كلامه قال نريد ان نبدا في حل ازمه الكهرباء وان يدفع اللاعب ما تم توقيعه من جانب الفيفا، واثبتنا اننا نستطيع القيام بالنادي وتغيير الصوره الذهنيه للزمالك بدون حاجه لفلوس الغرامه. ده كلام فاضي طبعا ما تدخلش دماغي اصلا. ونتمنى من النادي الاهلي يظل العلاقات الطيبه مع نادي الزمالك وساعدتنا في الحصول على غرامه الكهرباء. برضه كلام فاضي مجالس يعني، او كلام واحد مهزوم ضايع بيطلع الرايه البيضة ومستسلم. يعني ايه ان انت حليت المشاكل دي؟ اسمها حقوق انت مكلف من جانب الجمعيه العموميه ان انت تجيبها، ولك تسجيلات قبل الانتخابات بتقول ده ما يتم المساس بيه ومش عارف ايه وايه، انت بتتنازل يوم بعد يوم. قولوا لي رايكم في تصريحات حسين لبيب عبر التعليقات. مؤتمر صحفي الاربعاء القادم لتقديم الجهاز الفني منتخب مصر بقياده وسام حسن كمال علام، اعلن اليوم ان هيتعمل مؤتمر صحفي يتم تقديم الجهاز الفني الكامل لحسام حسن كمال. الكابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب قال الجمهور المصري يجب ان يشرف انه واقف وراء منتخب بلاده، وانه قادر ان اي لاعب يلعب لمنتخب بلاده انه يتفانى من اجل ارتداء تيشيرت المنتخب، والتوفيق ان شاء الله يكون عند الله، واي لاعب هيكون متواجد مع المنتخب هيكون جدير بذلك بدون اي مجاملات. مفيش اي كلام عن اي اختيارات، ده كلام ابراهيم حسن. كل اللي احنا عايزينه في الفتره الجايه التاكيد على ان المنتخب هيشارك في بطوله الامارات الوديه عشان هم عايزين يشوفوا اللعيبه عن قرب. كل التوفيق للجهاز الفني الوطني الجديد بقياده حسام حسن. ومعلش يعني نتمنى نكون وطنيين لاول مره، نشيل الخلافات على جانب وخلاص. حسام حسن امر واقع، حسام حسن قادر انه يقود المنتخب، المنتخب فيه نماذج رائعه من اللعيبه، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر.
صدمة لمرتضى منصور، كنت لمحت من كام يوم إن في القضايا ومش عارف إيه والأبيض والأسود والحاجات اللي أنتوا فاكرينها دي، قلنا إن قضية لمياء خيري ما خلصتش، لسه فيها كلام وكلام 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 وكلام. وبالفعل وصلنا اليوم من مصادر قضائية مطلعة إن قضية مرتضى منصور مع الأستاذة لمياء لم تنتهي بهذا التصالح. ليه؟ لأن أصلاً في ثلاث قضايا رفعهم الأستاذة لمياء خليل على مرتضى منصور، هم اتصالحوا في واحدة اللي هو واخد فيها السجن 6 شهور، واللي لازم يوم 17 يكون حاضر في الجلسة، وإن القاضي من حقه تخفيف العقوبة أو إلغائها يعني. وكمان يعني حاج السيد مرتضى بقى حاجه كتيره دلوقتي، انا يعني احنا هو كبير على انه يكذب يعني، بس الحاجه كترت مره عشان خشونه في الركبه، مره عندي برد، مره عندي مش عارف ايه يعني، شفاه الله وعافاه. اكيد لازم اليوم 17 يحضر. فبنقول ان اولا الجلسه بتاعت يوم 17 اللي تم فيها الصلح دي، واللي عنده حبس 6 اشهر واجب النفاذ وفي توصيه بحبسه، القاضي من حقه انه يلغي الحكم ويبرئه بناء الصلح او يخفف الحكم، مفيش احتمال تاني. طيب قلنا في بقى 3 قواضي هم اتصالحوا في واحده اللي هي بتاعت السجن. طب في القواضي التانيه، في واحده يوم 6 مارس، واحده يوم 6 مارس والنيابه بتبشر التحقيق في بلاغات السب والقصف وهيتم نظرها يوم 6 مارس. كمان في واحدة تالتة لسه ما نعرفش ميعادها ايه. اذا في 3 قضيتين لم يتم الصلح فيهم. كمان علم ان السيد مرتضى منصور حاول في بعض القضايا ان ياخد مصالحات زي ما عمل مع تامر امين ومع لمياء، ولكن لم يتم ذلك رغم الضغوط السياسية والمحلية والدولية والعالمية والبتاع 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 اللي بتحصل. ابيض ولا اسود؟ الايام قادمه، الايام قادمه. السيد مرتضى منصور نشر اليوم رساله لقطر، ودي يعني حاجه كبيره قوي، ده كان بيقطع في قطر للنهار. بيقول لهم ايه المستشار؟ هو بيقول لهم ان المستشار مرتضى منصور يقدم خالص التهاني لشعب قطر الشقيق بعد الفوز المنتخب على الايراني لكره القدم ليصل الى نهائي بطوله كاس اسيا، ليلتقي في نهائي البطوله فريقين عربيين، وفوز احدهما وانتصار لكل الفرق العربيه وفخر العرب. للأسف تفرقنا السياسة وتجمعنا الرياضة. يعني شيء جميل، أتمنى إن يا رب يعمل بيه أولا السيد مرتضى منصور ويعرف إن تجمعنا الرياضة ولا تفرقنا. دي كانت رسالته القطر. قلت لكم في بداية هذا الفيديو أنا علي عتاب، العتاب هو كالتالي، واللي سمعني عشان أنا بكون مبسوط قوي إن اللي سمعني للآخر يرد على العتاب ده. بلاحظ إن الناس بتدخل أصحابي وأصدقائي ما بيعملوش لايك. ما بيعملوش مشاركة. أنا النهاردة كان أصول أعمل بس مباشر، أنا كمان مش هعمل بس مباشر. مش هلاقي ناس بتعمل مشاركات وبترفع اللايكات والحاجات دي، أبتدي يوم ويوم يوم ويومين أبعد خالص، أبعد شهر شهرين. أنتوا عارفين إن أنا مش أرزقي زي أي حد تاني من هذه القناة، أنا القناة دي حبا في نادي الزمالك وحبا في الناس المحترمة اللي بيحبوا قناة الجريء وبيستنوا المعلومة الصحيحة. أما اللي بيحبني وبيحب القناة حتى داخل يسمع ويستخسر اللايك، فانا كمان هبتدي ازهق وابعد سنه سنه. اتمنى ان ما يحصلش ده، واتمنى نشوف الناس اللي بتعمل لايكات وبتعمل مشاركات، لان ده دليل الحب مش دليل حاجه تانيه. كل التحيه والتقدير لحضراتكم، واراكم على خير غدا باذن الله.